حاليا هلا بشهر الرابع، النبات لازم يكون جاهز للإنتاج بالنسبة للأنفاق، ولكن بسبب العاصفة الهوائية وراح يتأخر الإنتاج حوالي 20-25 نهار بما النبات يرجع يسترد قوته ويرجع من أول وجديد أنه نضرب قسم كبير منه. وبعد يومين يعني من العاصفة الهوائية اللي أجتنا، أجت موجة صقيع قوي جدا تتجاوز الناقص واحد، وقمنا بالاستعداد للأمر، حرقنا يعني دويليب كتير لتخفيف الصقيع، ودهننا المشمعات البلاستيك في الطين. المزارع انضرب في النبات وفي المشمعات، والأهالي انضربوا بالأسعار، النبات صار قليل وانضرب الموسم عند العالم. يعني اليوم تكلفة الهكتار من المشمعات البلاستيك تتجاوز 2000 دولار. بسبب ارتفاع الخضرة والكوسة وهالشغلات، لازم اليوم موسم الكوسة، لازم الكيلو بخمس ورات، اليوم الكيلو بعشرين ورا، كيلو الخيار بعشرين، لازم يعني كمان الكيلو يعني تحت السبعة ثمانية. اليوم أنا بدي أخذ 3-4 كيلوات كوسة، عباخو نص كيلو أو كيلو أكتر ما لي أدرك.